عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتم تشوفوا الفيديو بتاعي. الفيديو النهاردة هنعمل فيه نوع من أنواع البسكوتات الجميل واللذيذ والمشهور جدا جدا جدا. النهاردة هنعمل بسكوت اليانسون بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل الإمكانيات. ممكن تعملي حاجة حلوة لولادك تفرحي بيهم وتبقى كوجبة فطار أو عشاء أو سناك كده بين الوجبات. بسم الله ونبدأ نشوف حاجة كده زي مكوناتها. شايفين البسكوتين. معانا هنا 3 كوبايات من الدقيق ده، دقيق حلويات او دقيق متعدد الاستخدامات، بيبقى حلو جدا جدا في البسكوتات وفي الحلويات. حطيت هنا 3 كوبايات، بنفس الكوباية اللي هتعيري بيها معانا هنا 1 كوباية من السكر و1 كوباية من الزيت، ومعانا هنا 3 معالق كبار من اليانسون الحب زي ما انتم شايفين كده انا منقياه، ومعانا هنا 1 معلقة كبيرة من البيكنج باودر او الكيك شيف. كمان معايا 4 بيضات، وهنا معانا باكو من الفانيليا او معلقة صغيرة من الفانيليا زي ما انتي حابة كده. لو ما عندكيش بواكي ممكن تحطي بالفانيليا السايلة اللي هي دي. ومعانا هنا ذرة من الملح. كمان معانا هنا 1 معلقة كبيرة من الخل. ودي كده المكونات بتاعتنا، سهلة وبسيطة، ونسم الله ونشوف هنبدأ نعمل ايه. طبعا هنشتغل اول حاجة في المكونات الجافة. معانا هنا الدقيق بتاعنا، هبتدي انزل عليه باليانسون والبيكنج باودر، 1 معلقة كبيرة من البيكنج باودر. كمان هنزل عليه بذرة الملح، وهقلب كل المكونات دي ونيجي نشوف هنعمل ايه في باقي المواد السايلة. نيجي هنا المكونات الجافة بتاعتنا ونسمي الله ونبتدي نقلبها مع بعض عشان كل الحاجات الجميلة دي تختلط وتتجانس مع بعضها. حابة تقللي في كمية اليانسون، حابة تزودي، بس هما 3 معالق كبار مناسبين جدا لكمية الدقيق دي، وبتبقى طعمها حلو. بسكوت اليانسون من الحاجات الجميلة واللذيذة، واليانسون بيدي نكهة تحفة كده وريحة روعة جدا عند التسوية، وسهل وبسيط وما بياخدش معانا اي وقت. وزي ما شايفين كده قلبنا تاني، نقول مكوناتنا. قلبنا 3 كوبايات من الدقيق، معاهم ذرة ملح، معاهم 1 معلقة كبيرة من البيكنج باودر او الكيك شيف. كمان معانا هنا 3 معالق كبار من اليانسون المتنقي اهو كده بالشكل الجميل ده. قلبنا كده المكونات الجافة ونشتغل بقى المكونات السايلة. هعملها في الخلاط، بتبقى سهلة وما بتاخدش معانا اي وقت خالص، وانتي واقفة في المطبخ كده بتعمليه في وقت بسيط جدا جدا وبتحطيه في الفرن. جبت هنا معايا شفشق الخلاط كده زي ما انتم شايفين، وهبتدي انزل فيه بالحاجات السايله دي. سمي الله وننزل بالبيض اهو كده زي ما انتم شايفين، نزلت بال4 بيضات كده، وبعدين هنبتدي ننزل عليه بالفانيليا، 1 معلقة صغيرة من الفانيليا او 2 باكو فانيليا اهو زي ما انتم شايفين كده. كمان هنزل عليه بالسكر، ادي السكر بتاعنا، هضيف السكر. كمان فاضل معايا هنا 1 كوباية الزيت، انا مستخدمة زيت ذرة اهو زي ما انتم شايفين كده، هنضيفه على المكونات. بسم الله. فاضل لنا حاجة واحدة بس، وهي 1 معلقة كبيرة من الخل. هضرب بقى كل المكونات دي ونرجع لكم نشوف الخطوة الجاية. انا ضربت الخليط بتاعنا كله في الخلاط، نفكركم كده باللي ضربناه في الخلاط. ضربنا 4 بيضات، 1 معلقة صغيرة من الفانيليا، 1 معلقة من الخل، كمان حطينا 1 كوباية من الزيت و1 كوباية من السكر اهم كده بالشكل ده، وهننزل بيهم على الدقيق بتاعنا واليانسون والبيكنج باودر وذرة الملح. البسكوت ده بيبقى العجينة بتاعته تقيلة شوية، مش زي الكيك كده بيبقى أتقل، بس بيبقى حاجة تحفة جدا جدا جدا، طعمه وريحة صراحة كفاية ان انتي بتبقي عاملة حاجة لأولادك بإيديكي وبحب، بتطلع منه زي الفل وبتبقى النتيجة هايلة ان شاء الله. هقلب بقى كل المكونات دي
وهجهز الصينيه اللي انا هنزل فيها الخليط الجميل بتاعنا ده، ونرجع معاكم نشوف هنعمل ايه. ده كده شكل العجينه بتاعه البسكوت بتاعتنا بعد ما اتقلبت كويس جدا جدا، واتاكد ان المكونات كلها اختلطت ببعضيها. المواد السائله بالدقيق اهو كده، هننزل فيه بقى بالصينيه دي كده، صينيه مقاس 28، انا دهنتها بالزيت طبعا، وهبتدي انزل بالخليط بتاعي ده او العجينه الجميله دي بتاعه البسكوت فيها. هي يعني كده زي ما انتم شايفين تقوامها هي بتبقى تقيله كده. هنزل بقى كل الخليط ده واوريكم بقى العجينه بتاعه البسكوت بتاعتنا بعد ما اتقلبت كويس جدا جدا، واتاكد ان المكونات كلها اختلطت ببعضيها. المواد السائله بالدقيق اهو كده، هننزل فيه بقى بالصينيه دي كده، صينيه مقاس 28، انا دهنتها بالزيت طبعا، وهبتدي انزل بالخليط بتاعي ده او العجينه الجميله دي بتاعه البسكوت فيها. هي يعني كده زي ما انتم شايفين تقوامها هي بتبقى تقيله كده. هنزل بقى كل الخليط ده واوريكم بقى بعد كده. انا فضيت العجينه بتاعتي بتاعه البسكوت في الصينيه المدهونه زيت اهو زي ما انتم شايفين كده، خلي الزيت في كل حواف الصينيه. هبتدي بقى ادهن ايدي كميه حلوه كده من الزيت اهو زي ما انتم شايفين كده، واساوي بقى البسكوت بتاعي بالطريقه الجميله دي كده اهو، مفيش حاجه بتلزق في ايدي وبيتفرد معايا بسهوله اهو، واخليه كله ارتفاعاته واحده، ما يبقاش حته عاليه وحته واطيه او حته اقل من حته. بعينيا كده وبايدي انا ببقى شايفه ان هو ايه كله متساوي، السطح بتاعه مفيش حته عاليه وحته ايه اقل اهو زي ما انتم شايفينه. طبعا انا مولعه الفرن من اول ما اشتغلت فيه، هحطه على الشبكه الوسطانيه وهسيبه لما هيستوي، ونرجع نشوف المرحله اللي جايه هنعمل ايه في البسكوت اللذيذ والجميل ده والسهل والبسيط، وان شاء الله طريقته تبقى ناجحه معاكم من اول مره. اهو شايفين فرد معايا ازاي بكل سهوله، دهنه الزيت دي بسيطه بتسهل عليكي الامور اهو بالشكل ده. هندخلها الفرن، سامي الله كده، وندخلها الفرن ونرجع نشوفه بعد كده. البسكوت بتاعنا باليانسون طلع اهو زي ما انتم شايفينه كده، مستوي لونه وردي وجميل اهو. هسيبه بس يهدى 10 دقايق بالظبط، وبعدين هنرجع نشوف هنعمل زي ما انتم شايفين. البسكوت بتاعي هدى، قعدته 10 دقايق كده، وهنسمي الله بقى ونشوف هنقطعه ازاي. انا معايا هنا صينيه قد دي او اصغر منها سنه كده زي ما انتم شايفين بتقعد عليها، فانا هحطها كده وهقلب عليها الصينيه بتاعه البسكوت. بسم الله كده تطلع معايا كده بمنتهى السهوله. اهو شايفين شكله كده من تحت متحمر وجميل، وده الوش بتاعه لونه وردي برضه وتحفه. هنبتدي بقى نسمي الله ونقطع البسكويت بالطريقه دي، السكينه معانا حاميه طبعا اهو شايفين اهو بالشكل ده، السمك بقى اللي انت عايزاه، هقطع كده كل الكميه بنفس الطريقه. وهرجع شايفين كده انا قطعته كله بالطول، هبتدي بقى اقطعه بالورد حسب بقى ما انا عايزاه، اصابع طويله زي كده او اقل زي ما انتم شايفين اهو من جوه كده لونه فاتح. هقطعه عشان هحمصه شويه او هديله تحميره بسيطه كده في الفرن عشان يبقى لونه ذهبي كده وجميل. حبايبي انا بقطعه هنا في الصينيه، باخد كده الجزئيه الطويله دي وببتدي اقطعها وهرصها كده في صاج عشان الجوانب دي تبتدي تتحمص معايا ويبقى لونها وردي وجميل اهو زي ما انتم شايفينه، طعمه تحفه جدا، والاولاد اخدوا منه دقوه قبل ما يتحمص. هنروح نكمله كده ونقطعه في الصاج ونشوف مع بعض. بس على معلومه احب اقول لك، يعني ما تيجي تقطعيه ما تستنيش لما يبرد خالص، لانه لو برد وهتيجي تقطعيه بنفس التقطيعه دي هيتكسر منك، لازم وهو دافي كده تبداي تقطعي فيه اهو زي ما انتم شايفينه كده بالشكل الجميل ده، بيتقطع معايا كده بالطريقه دي اهو. ده الوش بتاعه وده الظهر بتاعه جميل. هخلص تقطيعه وهرجع لكم تاني. بصوا اهو بناخده كده بالراحه
اهو زي ما هو كده اهو. نبتدي بسم الله نقطع كده حسب بقى ما انت عايزه الحجم بتاعه. اهو بالشكل ده بيتقطع معاكي بمنتهى السهوله وبيبقى سليم كده. انا قطعت البسكويت بتاعي ورصيته في الصاج كل الكميه دي بتاعتي اللي انا عملتها. هبتدي احطه تحت الشوايه بس 5 دقايق او اقل من 5 دقايق كمان، ياخد هنا لون واقلبه الجنب التاني وياخد لون كده وردي وجميل ويتحمص ونشوفه مع بعض كده بعد ما كده. ده شكل البسكوت بليانسون بتاعنا، شايفين شكله حلو جميل ازاي ولونه بقى وردي بعد ما اتحمص. بسكوت جميل وسهل ولذيذ، تقدر تقدميه في الفطار، تقدر تقدميه في العشاء او سناك بين الوجبات لاطفالنا، مغذي ومفيد وطعمه لذيذ جدا 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 وسهل وبسيط وفي نفس الوقت مش ناشف، طري وجميل يعني مستساغ، ممكن يتاكل كده مع الشاي من غير ما تبليه في الشاي. ده فيديو النهارده واتمنى يكون عجبكم واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.